هذه الصور لأحد ضحايا غرف تعذيب النظام السوري وواحد من الآلاف الذين فوقدوا منذ الثورة السورية عام 2011. شقيقته التي تحدق في صور موته كانت تعيش أملا قبل ساعات فقط من رؤية الصور بأنها ربما تراه مرة أخرى. ما سمعنا عنه خبر يا خاي من يوم اللي أخذوا له النار هذه، لانتشرت هالصور كل الشهداء إجا صورة أخويا بيناتهم. الآلاف من الصور التي التقطها مصور الجيش السوري السابق أنذاك والملقب بقيصر قبل سنوات فتحت جراحا لطالما أمل أصحابها بأن تندمل بعودة أحبائهم، لكن قيصر الذي فر من سوريا في أغسطس عام 2013 ترك خلفه إرثا من الحزن لن ينضب أبدا. لما قيصر كان عم ينشر صور المعتقلين فنحن تفاجأنا أنه إحنا كان عنا أمل كبير أنه نحن نشوفه، فشفنا هاي الصورة على الفيسبوك وعرفنا أنه هو أخي مكتوب رقم على جبينه. هذه الصور وبحسب النشطاء وثقت جرائم النظام وكشفت انتهاكاته البشعة أمام المجتمع الدولي. صور قيصر أظهرت لنا دليلاً دامغاً على أن النظام احتجز وأخفى المعتقلين بعد إنكاره حينها، بل وعذبهم حتى الموت. إن هذه الصور تظهر قدراً كبيراً من المعاناة التي تعرض لها المعتقلون في مراكز الاحتجاز. آخرون ممن فقدوا أبناءهم فضلوا الموت لهم بدلاً من التجويع والتعذيب والإهانة الجسدية التي كان يتعرض لها المعتقلون على يد قوات النظام. الحمد لله اللي استشهد بكير، ما تعذب مثل ما الصور اجتنا، ما تعذب مثلهم، ما مرض مثلهم، ما جاع حتى صاروا هياكل عظميه. صور قيصر التي كشفت جرائم النظام كانت واحده من الاف المآسي التي عاشها الشعب السوري على مدى سنوات الازمه التسع. مي المهندس، العربيه.